السلام عليكم. بداية الحلقة نخصوها الزهير الذوادي لاعب النادي الإفريقي. هو لاعب لكن في الأخير بشر كيف وكيفنا، عنده مشاعر وعنده شعور ويحس ولده مريض، بكنا نعرف شنية معناها الكبدة. إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يعافيه وإن شاء الله ربي بعد البلاء عليه. وحتى من غير ما نكتبه في التعليقات بينا وبين رواحنا نهزوا يدينا ربي، ادعي وتخير صادقة من القلب لعل وعسى ربي يستجيب. إن شاء الله ربي يشفي ولد زهير الذوادي ويرجع لوالديه معافى سالم. شو الأخبار لاعبينا الدوليين؟ البداية بالأهلي المصري اللي فاز هدف لصفر على حساب بيراميدز لحساب كأس السوبر المصري. هدف الأهلي كان تقريبا في الدقيقة 94، سجلوا لاعبنا الدولي علي معلول عن طريق ضربة جزاء. اللي نقوله راهو ضربة جزاء مش معناها راهي حاجة سهلة، ضربة الجزاء راهي عندها مختص. شفنا على سبيل المثال المقابلة الأخيرة للترجي الرياضي، مهاجم محمد علي بن حمودة والفضيحة اللي سدد بها ضربة الجزاء. كيف وقت اللي نشوف الخبرة الكبيرة بعد تسديد علي معلول ضربة الجزاء اللي رشحت أو اللي فاز بها الأهلي المصري بالكأس السوبر، نتذكر ضربة جزاء نصف نهائي كأس إفريقيا مصر 2019 والفضيحة الكبيرة اللي قام بها الفرجاني ساسي والطريقة اللي سدد بها تقريبا في دقيقة 74. ممكن لو المنتخب سدد بنسبة أو سجل بنسبة كبيرة باش يكون في النهائي، فين باش يواجه المنتخب الجزائري، بعد شكون باش يفوز الله أعلم. في ظل تواجد نجوم كبار في فريق الأهلي المصري وعلي معلول هو اللي سدد، يعني ما ثماش علاش في المنتخب التونسي ما يكونش علي معلول هو المسدد رقم واحد الضربات الجزاء. عقلية اللاعبين المحليين التوانسة المتواجدين في البطولة ولا حتى اللي يلعبوا في بطولات أخرى، لو كانت العقلية متاعهم مشابهة لعقلية علي معلول، راني نجم نقولكم الكرة التونسية بخير، لأنه لاعب تقريبا في سن 34 سنة وقاعد يقدم في المستوى اللي قاعد يقدم فيه حاليا مع فريقه الأهلي المصري، بدليل وقت اللي نشوفه صفحة منسوبة لفريق الأهلي المصري على الفيسبوك تقول، هذه الصفحة تقريبا فيها 500,000 متابعة، تقول ما ثماش لاعب جال الأهلي المصري كيف علي معلول. والكلام هذا راهو صحيح وما نجي نستناو في الصفحة هذه باش نعرفوا وين درا كلامها صحيح ولا غلط فيما يخص علي معلول. علي معلول اللي إلى حد الآن تقريبا في سن 34 سنة، ما ثماش لاعب ينجم ينحيله بلاصته في المنتخب التونسي، وبكنا نعرفوا علي معلول راهو خطيه كامبين وخطيه صباح خير وتصبح على خير ونعرف وسيدي وسيدي خويا. هذا الكل خاطي، علي معلول خطيه كامبين، لاعب أساسي، ما ثماش شكون ينافسه في سن 34 سنة في المنتخب التونسي، دليل أنه لاعب صاحب احترافية كبيرة ولاعب خدام بأتم معنى الكلمة. نصورش ثم ملاعب يمر فترة صعيبة كما مر بها علي معلول نهاية الموسم الفارط مع فريقه الأهلي المصري، وخاصة نحكيه على لاعب في سن 33 سنة وتلقاه الموسم الحالي أساسي، وبل أكثر من هكا يقدم في موسم أفضل من الموسم اللي قاعد يقدم فيه الموسم الفارط. هذا كان يدل على شيء، يدل أنه علي معلول صراحة صاحب شخصية قوية. برافو علي معلول، وخاصة بعد ما انتصر فريق الأهلي المصري وكتصور المزيانة اللي وصلت لنا وانت رافع أدرابه تونس مرة أخرى، برافو علي معلول. انتقلوا حاليا حنا بال المجبري وأخباره ومستقبله مع فريقه مانشستر يونايتد بعد ما انتهت فترة إعارته الفريق برمنغهام. الأخبار الصحيحة والرسمية المؤكدة تجينا من الموقع الرسمي الصفحة سكاي نيوز البريطانية، اللي تقول حنبال المجبري باش يكون متواجد مع مانشستر يونايتد، باش يكون متواجد مع الفريق الأول، باش يكون متواجد في فترة التحضيرات الصيفية للمانيو والمقابلات الودية. ومن بعد مدرب الفريق إيرين تنهاج بعد ما يعطي فرصة لحنبال في المقابلات الودية باش ياخذ القرار النهائي فيما يخص اللاعب. قرار بطبيعة يا إما باش يتم إعارة مرة أخرى حنبال المجبري، يا إما باش يكون متواجد مع الفريق الأول الموسم القادم، يا إما باش يتم التفريط في اللاعب. لكن أهم شيء وأكثر حاجة شخصيا مرتحتني أنه أكيد فريق مانشستر يونايتد أكيد ما واشي باش يظلم حنبال المجبري، باش يعطيه فرصة واثنين وثلاثة ومن بعد يحكم على اللاعب. لذا حنبال المجبري خليونا نقوله حقه باش ياخذ. بعض الأخبار تقول أنه ثم إمكانية إيريك تنهاج يظلم أو بلغتنا أحنا يحرق حنبال المجبري، والكلام هذا مش صحيح، لأنه بداية الموسم الحالي
وقت اللي جرب حنبال في بعض المقابلات الودية لو كان جاي ما حشتوش بيه ولا حب يحرق اللاعب ولا الكرة وما تعداش بيناتهم راهو طيشوا مع الفريق الرديف وهكا حنبال يتحرق بأتم معنى الكلمة يتحرق بالفم والملاية. لكن هو كان وراء إعارته الفريق برمنغام باش يتطور في مستواه حنبال تطور وأكثر من هكا بعد إصابة اللاعب الدنماركي إيمرسون أو إيريكسون حنبال المجبري. بعض الأخبار تقول إنه إيريك تنهاك كان يفكر باش يرجعه مرة أخرى المانشستر يونايتد لتعويض إصابة إيريكسون. أسوأ قرار ممكن تاخذه إدارة مانشستر يونايتد في حق حنبال انه تعيروا الفريق في الدرجه الثانيه او في الشامبيونشيب، على سبيل المثال تعيروا مره اخرى البرمنغام، لانه حنبال المجبري اتطور بما فيه الكفايه. يعني ما نتصوروش راهو حنبال الموسم القادم لو باش نلقاوه في الشامبيونشيب باش يزيد يتطور اكثر، المستوى نتاعو تقريبا باش يقعد هو بيدو مع برمنغام او حتى مع فريق يلعب على الصعود. لذا افضل شيء حنبال لو باش تتم اعارته تتم اعارته الفريق متواجد في البريمير ليج. علاش؟ على سبيل المثال بعض الاخبار اللي تقول فريق بيرلي الصاعد حديثا للبريمير ليج يرغب في خدمات حنبال المجبري. لذا نعود نقولوا اهم شيء انه يعار الفريق في البريمير ليج والا يقعد مع مانشستر يونايتد لو باش ياخذ فرصه افضل من الفرصه اللي خذاها الموسم الفارغ. بالنسبه لاخبار المبلغ 23 مليون اورو، البعض متخوف يقول لك لو تستغنى مانشستر يونايتد على حنبال ويمشي الفريق مش في قيمته. أول شيء صعيب برشا لو حنبال يرضى باش يمشي الفريق في الشامبيونشيب، حتى لو الفريق هذا يعطي الإدارة مانشستر يونايتد مش 23، حتى لو يعطيه 100 مليون أورو، لأنه من حق حنبال مجبري باش يقول لا. نقطة أخرى، لو حنبال على سبيل المثال ينتقل الفريق في الدوري الفرنسي مثلا أو ينتقل الفريق في البريمير ليج، البعض يقول لك خسارة حنبال ومانشستر يونايتد. باش نكونوا واضحين، راه مش معناه حنبال المجبري كان ما يقعدش مع مانشستر يونايتد يعني لاعب ما عادش عنده قيمة. الكلام هذا مش صحيح، لأنه حنبال حتى لو انتقل الفريق أقل درجة من مانشستر يونايتد النجم يقولوا عليه حنبال مستقبل المنتخب التونسي، لأنه راهو في المنتخب التونسي راه ما عدناش بلعبية يلعبوا في إيفرتون وفي برايتون وفي إشبيليا باش نقولوا ليه حشنا بملاعب يلعب في مانشستر يونايتد ولا برشلونة ولا ريال مدريد. عدنا ملعبية بلغة الكرة الزواولة، هذا يلعب لك في الدوري القطري وهذاك يلعب في الدوري المصري وهذاك يلعب في الدوري التونسي. يعني حنبال لو يكمل المشوار وكامل على سبيل المثال في فريق متواجد في وسط ترتيب الدوري الانجليزي يعتبر انجاز الى حد الان بالنسبة للاعب تونسي. لهنا راني مانيش نقلل في شأن حنبال المجبري، لكن لو حنبال ما قعدش مع مانشستر يونايتد راهي ما هيش نهاية العالم. ممكن حنبال ما يقعدش مع مانشستر ويمشي الفريق اقل من مانشستر ويثبت ذاته كرويين وينتقل الفريق افضل من مانشستر يونايتد في المستقبل. كرة في سقين حنبال المجبري في اختبار، عبارة في اختبار، انتقل من فريق الفريق باش يتم اختباره، يا اما ينجح يا اما يفشل. حنبال ثقتنا فيه كبيرة باش ينجح في اختبار المدرب إيريك تنهاج، وان شاء الله بحول الله شخصيا نتمنى حنبال الموسم القادم نلقاوه في قائمة مانشستر يونايتد، لانه هذا اللي باش يزيد يتطور اكثر اللاعب. ممكن الموسم القادم لو يقعد مع المانيو ممكن باش يلعب بعض المقابلات، ممكن ثم مقابلات يلعب فيهم اساسي بما انه الموسم الفارط ومستوى حنبال لا يقارن بمستواه الحالي، ولعب في مقابلة كاساسي امام ليفربول. وما ادراك ما ليفربول، فما بالك حنبال المجبري حاليا اللي زاد تطور اكثر من مستواه، يعني قادر انه باش يلعب بعض المقابلات كلاعب اساسي في مانشستر يونايتد. شخصيا ان شاء الله يكون هذا هو اختيار حنبال، وان شاء الله هذا يكون قرار المدرب إيريك تنهاج وإدارة مانشستر يونايتد. حلقتنا اليوم وفات كالعادة البياري متبقى كبش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية في الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.